السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم حلوة الوردة على هذا الشكل اللي كانوا كيديروها الناس زمان ومعروفة عندهم. نمشيو دابا المقادير وطريقة التحضير. احتاج هنا 125 غرام ديال السميدة وقبصة ديال الملح. هنا عندي نصف ربعة ديال الزبدة، جوج بيضات وخمارة وحدة، نصف كأس ديال العنبة زيت، نكهة ديال الفاني حسب ربع معلقة، الدقيق على حسب وهنا غنحتاج التزيين فواكه معسلة. نمشيو دابا لطريقة التحضير. هنا السميدة والزبدة، غنحط السميدة والزبدة مزيان، من بعد غنبدا نضيف البيض، نضيف دابا كيف ما قلت لكم البيض، نضيف دابا الزيت، ونبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه للعجينه ديالنا هنا كتبغي تكون رخوه خفيفه بزاف، نضيف الخميره، شاهدوا معايا العجينه ديالنا كيفاش كنخليوها منخوفه باش السر ديال هاد الحلوه كيتبان العجينه شويه منخوفه. الا كانت العجينه قاصحه كتمحن بزاف حيت كنخرجوها غير بالفوق. هكذا كيفاش كتشاهدوا معايا، انا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. ونجيب دابا فواكه مثلا، وانا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع اللي عندي وندخلو الفرن حتى طيب ونخرجوه. كما كتشاهدوا معايا سيداتي الحلوه ديالنا ديال الورده هي هذه كيفاش جات. كتجي جد رائعه ورطبه ولذيذه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.